إن الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. سيارتنا تعطلت سبحان الله هذيك هناك، وإحنا قلنا نقرأ الليلة ليلة اليوم 18/6/2023 الأحد، صلينا المغرب هناك عند الصلاة الموافق ليلة ذي الحجة اليوم 30 أو 29 ذو القعدة 1440، فقاعد نقرأ إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. روح الوالد سيد يوسف هاشم السيد أحمد رفاعي وذنب شيخ الطريقة الرفاعي الصوفية والجميع، فيها حكمة وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وهذاك الدنيا ماشية هناك. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلونه.